نبدأ بالمباراة الأولى والتي ستجمع بين المنتخب النيجيري ونظيره الجنوب أفريقي. فتاريخيا يبلغ عدد المباريات التي جمعت بينهما 15 مباراة. نيجيريا تمكنت من الفوز في 8 مباريات، أما جنوب أفريقيا ففازت في 3 مباريات، فيما انتهت 8 مواجهات بالتعادل. أول مواجهة جمعت بينهما كانت سنة 1992 ذهابا وإيابا في إطار تصفية كأس العالم. انتهت المواجهة الأولى في نيجيريا بفوز الأخيرة بـ2 مقابل 0، فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي. أثقل نتيجة جمعت الفريقين كانت لصالح نيجيريا بـ4 مقابل 0. أما آخر مواجهة فكانت في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، وعاد الفوز لنيجيريا بهدفين مقابل 1. نيجيريا سجلت 27 هدف مقابل 12 هدف لجنوب أفريقيا. مشوار المنتخب النيجيري في هذا الكان بدأه في المجموعة الأولى التي ضمت كل من كوت ديفوار، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، وتمكن من التأهل ثانيا بفوزين وتعادل ليصطدم بالمنتخب الكاميروني في الدور الثمن النهائي ويفوز عليه بثنائية نظيفة، وهذا قبل أن يواجه أنغولا في الدور الربع النهائي ويفوز بنتيجة هدف مقابل 0. أما منتخب جنوب أفريقيا فكان في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس، ناميبيا ومالي، ويتأهل وصيفا برصيد 4 نقاط بخسارة وفوز وتعادل ليواجه المغرب في الدور الثمن النهائي ويتأهل بثنائية نظيفة، قبل أن يتأهل للدور النصف النهائي على حساب الراس الأخضر في الدور الربع النهائي بركلات الترجيح. يذكر أن المنتخبين يلعبان في مجموعة واحدة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.